وسهلا. أهلا وسهلا، والكتاب خير جليس. اليوم ما بقى خير، حطينا ألف. اليوم خير جليس، هالمسلسلات اللي عم بتسلسلنا بكل محطاتنا المنحطة، والحق علينا. الحمد لله اللي بعد فيه هالمحطة، فيها هالحضرة، منحط المشكلة والحل. نعم، هيدا بدنا اياه، الحل اللي اعقل وتوكل. اللي عم بيصير بالأمة العربية ما صدقت لو ما رحت شفت. الإدمان، الاغتصاب، الكذب والنفاق، يعني صار ملح الرجال. بس هالاغتصاب اللي عم بيصير، عم بيجوا من برا وبيعمل حاله جورو وشيخ وبيعمل بيشفي الناس وبياخد الأنباط ومدري شو بيعرفني وبيحكم البابا والفاتيكان وهيك. وإجا واحد على لبنان واغتصب طفل عمره 8 سنين قدام أمه، قال لها عم طلع لك إياه على الجنة. لشو بدكم تستضيفوا أغراب؟ اللي عنده النبي بده الغبي. يا أغبياء هالأمة، لا يعرفنا إلا الله يا علي. قرم الشيطان، ألهانا التكاثر. إجا واحد لعند سيدنا عثمان قال له زيني بعيونك وجاي لعندي. بالعينين كانوا يعرفوا، من النفس، من الخط، من الإيد، من البصمة، من إجراه. علم الفراسة عند العرب يا أخوتي، بني إيران، بلاد الفرس. لا بقى تستضيفوا ناس تقدروا تنشروا. وقت بدك تنشر، حط النور، حطوا الحل. بلا حل إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. محمد كيلاني الوحيد بالعالم العربي، ما بقدر لكم شو عمل عندي بالبيت، فوق الكلام يا عار العالم. رح يخبركم فيض، مش من حيض ومن غايض، من الحوض الإلهي. كيف عم بعيش؟ بلا مي، بلا هواء، بلا تنفس. صلة الأرحام. أنت مهذب، أنا ماني مهذبة. إيه أهم شيء هلا إحنا عايشين فيه؟ شو مشكلة الثورات العربية؟ ليش كل الثورات العربية عم تفشل أو فاشلة؟ ورح تروح من أسوأ لأسوأ إلا إذا انتبهنا على نقطة واحدة. وين المشكلة؟ المشكلة إنه هالإنسان بهالعقل يلي موجود عندنا، بنقدر نخدع ذاتنا، بنقدر نخدع حالنا، عم نكذب على حالنا هالشخص يلي عم يفكر نفسه قايم ضد الحكومة لأنه في فقر، لأنه في قلة مادة، لأنه في من هذا الكلام. لازم كل واحد يعرف نفسه أول، تيشوف هالنوايا اللي موجودة عندي من وين جاي، تيشوف هالانفعال اللي عندي من وين جاي. إذا كانت هالثورات العربية، إذا كان في أي حدا صادق، إذا كان في أي حدا صادق، تنفرجي كيف ممكن نعرف إحنا رايحين للطريق الصح ولا رح نوقع في دمار أكتر وأكتر من أسوأ لأسوأ زي ما إحنا شايفين عم بيصير. بطريقة واحدة، إذا هالناس اللي بالشارع عم بيعملوا ثورة بيقدروا قبل ما يقوموا يعملوا هالضجة والفوضى أو شو ما كان، حتى لو كان سلمية مثل ما شفنا بمصر، بعدين شفنا شو صار هلا. إذا قدروا يجتمعوا مع بعض يختاروا شخص واحد عادل تيستلم الحكم والكل متفق على هذا الشخص، هي اللي بدنا إياه، فيكم تعملوا ثورة. بتكون ثورة سلمية، منقوم منقول هذا الشخص العادل يلي منسق فيه يستلم الحكم بدل هالظالم يلي موجود. إذا ما اجتمعنا مع بعض واخترنا هذا الشخص، إحنا مش أهل إنه نعمل هذا الشيء. لأنه مجرد ما زي ما شفنا، شلنا هالحاكم، بلش الشعب كل طائفة يتخانقوا مع بعض. كل شخص، كل شيخ دين، كل رئيس عشيرة، كل إمام طائفة أو شو ما كان، شو ما بدنا نسميه، إذا ما كان عنده هالقدرة إنه يوحد بين كل هالبشر، كل هالناس اللي موجودين حواليه، ويختاروا مع بعض برضا الجميع وشخص عادل الكل بيسأ فيه، ما حدا فيكم يعمل ثورة، لأنه من دمار لدمار. وعم يضحكوا علينا الغرب الصهيونية، خلينا نقول، لأن الناس كلها واحدة، ما في فرق بين حد وحد.
لكن أهل الشر عم بيضحكوا علينا، إلا عبادك الصالحين عم يغلبنا. هو الوحيد اللي عنده القرآن الحقيقي، الوحيد بالأمة العربية، وبيخبركم غير بالقرآن، حط الحرف عربي والعدد العربي، The Arabic number of إمام علي، الوحيد. أنا سألت المسؤول الأكبر قال لي بدنا ناخذ إذن. من مين بدك تاخذ إذن؟ من إسرائيل؟ يا عار العالم وين وصلنا؟ أعمى مع أعمى عم يحكوا عن نور؟ وين هو؟ وين بدنا نلاقيها الخليفة؟ وينني؟ وين هو عمر؟ نتذكر إذا مو جاهزين هلا محل ما إحنا واقفين، إذا منا جاهزين نختار شخص واحد ويتفق عليه كل الناس، مو جاهزين ما بنعمل ثورة. هلا خلص اللي قال مين شوفوا شو سمحنا، قال لهم ما في امل بنوع خاص بامه العرب، عميان معي عميان، مين بدكم تجيبوا؟ بدكم بذره جديده؟ منا موجوده بامه العرب، كانوا يا امير المؤمنين هلا يا امير ويا كذاب المنافقين والكذابين. الدمار الشامل اللي قالوا الحبيب، قالوا له حجر الكعبه عم يحفروا، دمار شامل قريبا، بس لوين رايحين؟ هون الشغل هلا، انما الاعمال وبالنيات رح يحكيها كيف عم بتعيشها. جسم هين الوحيد اللي حكيت معه، ما صدقت لو ما شفتها عم تحكي معه. في لطيفية، يعني دائما 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 في لطيفية ويجب ما قبله، بس إذا اشتغلنا هلا، ما وين المشكلة؟ المشكلة أنا الناس يلي نايمة يلي ما عم تعمل شيء خلص بتصحى وقت ما بدها، بس الناس يلي بتكون صاحية وبتحكي معها وفاهمة وفاهمة شو اللي عم يصير، بتترك يوم ويومين وثلاثة وسنة وسنتين بترجع تلاقيهم بيعملوا نفس الشيء، هون الحرام. فيجب ما قبله بس بدنا نشتغل هلا. كل شيخ، كل رئيس طائفة، كل رئيس قبيلة، كل مين ما كان، هذا الشخص إذا كان عم بيزيد طوائف أو إذا عم بيرفع طائفته وبينزل بطائف تاني أو أنا لازم أحكم وأنت ما بصير تحكم، هذا شيطان، ما هو شيخ وما هو رجل دين. بس مفكر حاله إنه هو معه حق، يراقب أفكاره وإنشاءاته، مثل المكرسح لأول عم بيمشي قال له لا عم تمشي، لازم تمشي مثلنا، مكرسحين كتار وعميان، ما في أمل إلا بالدمار الشامل. قال له الحرب العالمية الثالثة شو؟ قال له ما بعد، بس الرابعة ما راح تخلي حدا. تعوا على الأشرفية بتشوفوا الساعة 4 بعد الظهر مش بالليل ونص ليل، شو عم بيصير؟ ما بتصدقوا، أنا رحت وشفت ابن 8 سنين، البنت عمرها 14، قالت لي أمها الشرف بيروح وبيجي بس إذا الصحة راحت ما بترجع. عاملة عملية لبنتها وعم تعروج، عندها شي 9 سنين، مكبرت لها تمها من ورا، صار عندها من هون شفيف ومن هون شفيف، وابنها مدري شو شغلي فيه، والرجال حدا قلت له هيدا جوزي، قلت له انت كلب بيناتهم مع احترامي للكلب، قال لي ما قدرت اعمل غير شيء، عم بتجيب له مصاري، شو عم تصرفون؟ اشترى سيجار ب 400 دولار، رح برجيكم الصور. عار العالم، ويك اب يا عرب، ويك اب، نو ميك اب اني مور، ويك اب. بنعيدها بكل لحظه هاي، وكل مره بنعيدها. هلا زمن كل واحد يقرا القران شو عم بيقول. القرآن قال لكم لا تكونوا هودا ولا نصارى بل ملة إبراهيم حنيفا. يا حبيب قلبي بلغ إيه؟ ما قال لكم بل مسلمين. وفيش، لأنه ما في دين اسمه إسلام، كلمة إسلام تعني إنه الناس كلها واحدة وما في فرق بينهم، ماشيين على الفطرة. الحيوانات ماشية على الفطرة وإحنا هالإنسان بهالعقل اللي عندنا مش قادرين. إيش 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 هالمزلة، إيش إيش هالشيء اللي وصلنا له؟ فنتذكر مين ما كان بيدعي بيدعي دين، بيدعي إنه شيخ، مين ما كان شيخ قبيلة، شيخ عشيرة، أي شخص بيفرق بين الناس وبيعمل طائفة وطائفة، بنعرف إنه هذا هو الشيطان. من أدب والتأديب برحمة، سيف الله بينزل في وقته، بس ما حدا فينا هلا ما عنده انفعال اللي بيقدر يأدب مزبوط، مثل اللي قاعدين بيحاربوا على أساس إنه أنا ضد الظلم. وين سيف علي؟ وين سيف علي؟ ما في حدا إلا عم يشتغل من انفعال تنكون نضاف من جوا. وين هالناس؟ ما بقى نستاهلهم. شيلوا الطوائف، هنكعف من هالعجين نحن، هيك بسببنا بنعتذر من كل هالحكام ومن بناتنا اللي عم تعمل هرج وفرج ومرج وين ما كان، بسببنا. كل واحد يغير نفسه، بس انا بغير، انا باوسخ بنايه وما فيني الكم، صاحب البنايه شو بده يعمل طيش حطني؟ والوحيد بدفع ايجار جديد، والوحيد اللي اهتمات بابنه وبامه لو ماي ابنه مات، بس هيك بده مصاري، بده مصاري، كذب بنفاق. سعدها اللي بده بيكون هيك، فوقه في صرمية وفوق الصرمية في قانون، ما بقى في أخلاق. مسخنا، شو هي القردة والخنازير؟ والمسخ والناس قردة وخنازير، شو هي هاي؟ القردة والخنازير في عندهم شيء كتير مميز بهالحيوانين. أول شيء القرد عنده النفس قوية وعنده غضب كتير وانفعال، يعني في شخص عم بيقول لي من فترة
كانوا بالهند موجودين وعندهم شنطة يلي فيها الأواعي والهيك، هاجموا قرود فتحوا الشنطة أخذوا الأواعي وفلتوا. فبيطلعوا يعني إنه بيحكي مع القرد والأواعي شو بدك فيه، بنطلون شو بدك فيه، بس عندهم الانفعال هيك بدي أخذ بدي أخذ، موجودة عند القردة. الخنازير حط له شيء اخدعه بأي شيء طعمة، ضل ياكل ياكل ينفجر وبيضلوا ياكل كمان، بضل ياكل بضل ياكل. هلا احنا هالانسان وصل له المستوى، بس عبيد عبد للنفس، حط له شيء وبنعرف خنازير العرب مين هم، يلي كرش 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 وما في حدود، صرنا مثل الخنازير. قبل كم يوم شخص من مصر عم يقول لي، بيقول لي بمصر هالشباب يلي موجودين نسبة ما بتتخيل قد ايه كبيرة يوميا كل ليلة على الحشيش. انا بفكر من قبل انه كيف مصر هل القرود والخنازير لنا لأنهم أحلى منا؟ للأسف صرنا بيستحوا فينا. قال لهم القرد هذا الإنسان خليفته، هربوا لورا. صرنا مثل هيك. فعم يقول لك ما بتتخيل قد ايه نسبة الشباب يلي بمصر يلي كل ليلة على الحشيش. بلبنان 12 سنة. قلت له يا حتيتا الماما عارفة؟ قال لي البابا عطاني اياهم. قلت له البابا بيعمل فيك شيء؟ قال لي ايه. وعارفين اليمن عارفين الحمام ما فيني لكم شو شفت. قلت له يا تيتا خبر الماما. قال لي بيضربني لانه من ابنه ابن المطعم بياكلوا بالمطاعم والدليفري وكله خلص صدومه عمورة. قروا بالانجيل عن القديس لوقا شو حكي وغيره، عدوا تقروا. لهون وصلنا. ما هو الواحد بيستغرب كيف دوله مثل مصر مثلا او دوله مثل السودان بتطعمي الوطن العربي كله، كيف دولة مثل هيك واقعة اقتصاديا؟ انتبهوا لهالشغلة للي عم يصير، عم يضحكوا علينا بالإعلام، عم يلهوا فينا بالإعلام. هلا في سكة حديد عم بتصير بتعاون صهيوني عربي للأسف، وهي سكة الحديد انتبهوا يا أهل مصر، مجرد ما تنتهي من البحر المتوسط حتروح لكل مكان، بدهم يسكروا قناة السويس تيهدوا دولة مصر. شوفوا الصورة رح تحكي. عندما كانت مصر تجلس والكل يقف، الصورة تعبر عن العلاقة بين مصر ودول الخليج. الملك فيصل، لحن كله، الملك فيصل واقف على يمين الملك فاروق، أمير الكويت واقف على يساره، وكلهم واقفين لأنه مصر كان عندها هي الغنى. العالم كله كان يجي على مصر، أم الدنيا. وين صرنا هلأ؟ بس مش عبيد للمادة برضه، مش ترجع دولة تغتني الكل يصير عبيد عندها. بهاي النقطة مش نطلع ننفع، بدنا نغير الإنسان. هم بده يغير حاله، أنا ما فيني غير حدا، ما حدا. تركت أهلي كلهم، أخوتي ماتوا، قالوا لي ما رحتي على الدفن، قلت لهم ماتوا من زمان، بس هيدا الدفن مبروع لميتين، أموات بأموات. هيدا خيب الروح، قالوا اللي حبوني وما شافوني بس بدكم بهرة وشهرة، ما عندك سيارة، ما عندك رجل أعمال. قلت له كيف كان سيدنا عمر؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت تحت الشجرة. وين علماء أهل الأمة العربية؟ كله سيارات وطيارات وهوت دوغ وواوا. هذا شعارنا صار. بس هيدي ما بتضاين الكذبة. 20 30 40 سنة شخير الموت. ما في كلام ينقال. يعني إذا هلا كل واحد ما عنده استعداد، نروح على أصغر الأمور، على العادات اليومية اللي بيعملها كل واحد فينا. بيجي واحد بيشكي من الفقر. بيجي ناس بيشكي من الفقر من الصحة، بقول له طب أنت عم تاكل صح؟ والله ما معي أشتري شيء تآكل منيح، باكل الخضار وهيك. تيجي عليه من ورا بتلاقيه عم بدخن. طب إذا ما عدلت العادات اليومية، إذا ما كنت صادق مع نفسي، إذا وين بدي أروح؟ لوين رايحين؟ خلص أموات. إن شاء الله بنصحى، دائما الأمل موجود، وإحنا أملنا النور موجود في كل مكان، لكن اختبار الإنسان كثير صعب. اقروا الإنجيل أول أكم صفحة بس، ما حدا بيقرأ. كيف قصة آدم وحواء، كيف أكلوا من هالشجرة ومش شجرة وزي ما بنفهمه هيك رموزة. هذا رمز بيفرجي إنه لما الإنسان أخذ التكلف وأخذ ظلم، عرضنا الأمانة على الجبال، عرضناها على كل الكائنات اللي على الأرض، الكل رفضها، بيعرفوا هالأمانة قد إيه صعبة، الإنسان أخذها. هاي قصة التفاحة، تفاحة العلم. أخذها صار بسموه سيلف كونشس، صار يدرك النتيجة، صار في عنده العقل. ونتيجة هذا الشيء صار مسؤول. وهالمسؤولية اللي موجودة عنده، كل واحد فينا بروح هلا بيعرف، يعني اللي بدخن بيعرف إنه عم بيعمل شيء، إنه في ضرر، في مال على هذا، في إدمان، بيعرف 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 بيعرف. طيب،
ليه ما عم بعمل شيء؟ ليه ما عم بحاول؟ أقل أحاول بس. أموات، ليش بخدع نفسي؟ أموات فأغشيناهم فهم لا يبصرون، دعوا الأموات يدفنون بعضهم بعض. هالمسيح قال وقال بقلبه ماشي أموات، بطلع من البيت ما بصدق أمتى أرجع، ما فيني روح مطرح، ما فيني روح مطرح أشرب فنجان قهوة أو فنجان شاي أو شوف حدا، بشوفهم سؤالاتهم سخيفين، بقول برتاح أحكي مع هالصبايا. مبارح ناس بحدنا بدي ما رح لكم شو اسمها القهوة، قال ما بيدخنوا، هاللي كبسون هاللي كبسون هاللي كبسون، شبان اجوا قالوا لي وين حاطين حديد بجسمهم، وين بصدره، وين هو هيك فوق وتحت، يعني اموات، لان ما في ام ما في بي ما في عيلة، بقى كله عله، كل السموم محطوطه بالمي وبالاكل بالمطاعم بالكتب بحفاظات الصغار والكبار، خلص هلا عن الناس معزله. بعدين بخبركم لوين رايحه، وما بعرف اذا برجع الام العربيه اللي حاكم هالكره الارضيه ويلي عنده اموال للعالم، هي تحت صرميتي، قال لي ما بستاهل اجري تحت صرميتي، قلت له نحن شي خمسه بامه العرب نجي اذا نحن بدون ما تساوي اللي بدنا اياه بنعمله. اول شيء جماعه رح عندي اياها الفكره موجوده باي كتاب من كتاب اهل الذكر، عندك كل شيء بس ما بتشوف الميل، بس عنده حقد وكره للعرب والمسلمين. طيب قلت له كيف بدنا نصلى؟ بس عندك حقد وكره، شو ما كنت تحت صرميتي وبعتذر من صرميتي. هي لانه الانفعال يلي موجود عندنا بنصير نزته على اللي قدامنا، مين ما كان. يعني هلا 99% من رجال الدين والناس اللي هذا بفكروا حالهم هم الفاضلين. اي نعم. طبعا هو اي شخص بوصل لهي انا الفاضل، شو معناته هاي الكلمة؟ هاي الكلمة كثير خطيرة. معناته انه انا اللي على الحق واللي قدامي على باطل وانا لازم اهديهم. وبروح يهديهم بكون ابتسامته هيك بس ابتسامه كذابه طبعا، لانه بده يهديه للطائفه تاعته ولا للدين تاعه ولا شو ما كان. كلهم حاطين قناع، ما في قناعه. انو عنده الحب اللي هو لكل شيء قدامه مثل ما هو. ما مش موجود. بلعب لعبه، قلت لك يا مريم على رجال الدين، هيك بس بلعبها لعبه، سموها بالاردن بنكش مخي. ف بروح لاي واحد شخص دين، بالاسلام بشكل خاص، لانه يعني كل الناس وحده. بالإسلام ممنوع يأكل شخص لحمة لكائن هذا الكائن بيأكل لحمة. يعني أنا ما في مثلاً أكل بسر لأن البسر تأكل لحمة، ما في أكل كلب لأنه بيأكل لحم، فيهم الناس يأكلوا البقرة الغنمة مثلاً لأنه بيأكلوا حشيش. بروح بقول له أول شيء عرفت كيف اندبحت؟ رجل دين واحد من الفاضلين الفقهاء اللي هو شو ما كان، بقول لي عرفت كيف اندبحت قبل ما أكلتها؟ بقول لي دبح حلال إن شاء الله. لحظة شوي، عرفت شفت كيف طلعت الروح ارتاحت، كان في غضب امبارح، كان في شخص عم بقولنا شاف شخص عم يسحب الخروف وهو ماشي، شاف الدمعة بعين الخروف الخوف بعينه وهو عم يسحبه عارف انه رايح تيندبح، هيك قال محمد. قال له ما تفرجي السكينة ما يعرف وبرحمة وما حدا بيعرف كيف يذبح. شلنا هاي، إذا بلش يجاوب ويفسر كبيناك وكل العلم يلي عندك، تعلم الكذاب ولا ما بزيد غير فتنة وجهل تجهيل. السؤال الثاني، لو كنت متأكد هذا ذبح حلال شفت شو أكلت؟ الأعلاف يلي بيأكلوها الحيوانات والدواجن هلا معمولة من بواقي الحيوانات والعظام والدواجن، من الدواليب بالذات اللي عم بيأكلوا فيه بلبنان. أتحديكم طلعوا معي لهم، كل الزيوت اللي عم تنقلها كلها بلوكس معمولة ريسايكلد من النفايات، كل الزيوت. طب هالحيوان يلي أكل أعلاف من بواقي حيوان، يعني حيوان أكل لحمة، صفة حلال ولا حرام؟ وين الفقهاء يلي بيحكوا بالموضوع؟ وين يلي بفسر بهذا الشيء؟ بس ما بيفسروا لأنه نفسه يلي حاكمته، شيطانه يلي حاكمه. لما نشوف شيخ كرشه هيك أكيد ما بسمع له ولا كلمة، بتشوفه كيف بياكل بتعرف نفسه يلي حاكمته. صوم وتصح وشو صفه هلا؟ بعد الثورات كل الفتاوى يلي طلعت في الدور يلي فازت في الثورات على الجنس والزواج المتعدد والأمة والسو كله فتاوى رضاعة. من وين؟ اليمين قبل اليسار ومين بيرضع أكثر ومين؟ والمصيبة بنحكي باسم الدين، وين الدين؟ وين الأخلاق؟ اللي استفتي قلبك ولو أفتوك ما بدك حدا إلا ما تقري الفاتحة إذا كنت صادقة. وين يلي بيحكي بفطرة قاعد؟ صمت العارفين هيدي عرفة. بس لانه مخنا بهذا الشيء ما بنفكر الا فيه. عندنا كبد، شيلوا الكبد يا اخوتي. قالوا انكحوا ما طابه، ما في من الطابه، انكحوا. ما حد فاهم الزواج. صفى مسؤولي، هي يعني هي اللي موجود عند العرب هلا ما له علاقه بالاسلام، له علاقه بس بالعادات العربيه البدويه خلينا نقول، يلي هي كانت بتقوم على الكبت الكثير والغضب الكثير، هي حياه الصحراء لانها كثير حياه قاسيه كثير.
تاخذ شعب بتحطهم في دوله فيها خضار كثير وبتعطيهم اخلاق، مثل ما اجى الاسلام رحمه واجت المسيحيه رحمه، وما اسمه اسلام وما اسمها مسيحيه، هي الفطره الكونيه نزلت سموها مسيحيه، نزلت سموها يهوديه، نزلت سموها اسلام، وعملنا بعدين احزاب. هي ما هي هيك، بس مين عم يقرا ومين عنده استعداد يقرا؟ قلال كثير، لانه اغلب الناس شغلهم لنفسهم. حتى شيخ الدين بيكون مثلا بده شيء يتميز فيه. انتبهوا على هاي الشغله، لعبه برضه بنلعبها على كل واحد من الاشخاص يلي بيحكوا عن نفسهم فاضلين، او هو بيكون شايف حاله فاضل وبكون متذلل طبعا، هو لانه هاي وحده علينا بندس له ايده والقاب وعصايه وذهب وقراميز وصلبين وكله، انه ما هيك المسيح ولا هيك محمد ولا الانسان يلي غني واستغنى عن غنى بهالدنيا بتلاقيه بسيط، يعني اللي يكون بسيط، حتى الدنيا كلها بسيطه. Be simple so that everybody can simply live. عندك اجرين، ايوه احلى الاجرين او الصرميه. العلي منا بالمال يا اخوتي، العلي بالعقل، ما عرفنا نستخدم المال. كل هالعلوم يلي موجوده احنا اللي حارمين نفسنا منها لانه ما بنستاهلها. يعني على مستوى ابسط الشغلات، خلص ما عاد نحكي بشيء بالاكل، ما عاد نحكي بشيء بالادويه، ما عاد نحكي بشيء، لانه مين عم يظبط حياته اليوميه؟ السكر عم نغير الاسماء بالاردن، شوغر بلوز اه سميناها، هلا سميناها بالاردن سميناها العفص، هيك عم نلعب لعبه الرموز، يعني بدل ما نسمي سكر ابيض الشيء الابيض، هاي الماده البيضاء هي سميناها العفص. شو تنقدر نلعب لعبه على العقل من جوا؟ اشترى واحد شيء من دكانيه، لشو اشتريت عفص يا زلمه؟ نلعب لعبه تنغير المسميات، لانه شوفوا هالاسماء يلي بحطوها، سكر، المشروبات الروحيه، انتبهوا على اسماء الكانديل، لايت، مش عارف اللايت، الكذا، دايت فود، لايت فود، فيتامين بي 2 مدام في كثيرهم لازم تاكله، فيتامين بي 3 لازم ياكل موز ابني كل يوم، بس ما بياكل يا اختي الموز رود الايدز اجى من افريقيا، ويك اب، هيدي خضره للقرد. اذا ما بتعرفوا ومن كل شيء ذكر وانثى انقبروا هلا اثني احلى بلا وجودكم بهالدنيا، اموات اطلعوا منها. انتبهوا على الخدعه كثير، الخدعه كيف الامور يلي فيها السم. ما طبعا يعني بيجي مثلا خلينا نقول الصهيوني او الشر يلي حاكم العالم، بيجي بنزلوا علم بالجامعات، بنزلوا كتب عن التغذيه، مدارس، مقاصد، بنزلوا شغلات عن الطب، بنزلوا كثير علوم تالناس تقرا ويصير في بسموها بالانجليزي overwhelmed، يعني انه كثير 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 في شغلات حواليه فما عارف وين ابلش، وعلوم كثيره ومنطقيه تسلسلها تالناس تقدر تنخدع فيها. بس بنفس الوقت شو اللي موجود في السوبر ماركت؟ شو اللي موجود بالسوق؟ السكر موجود، الام اس جي بكل الاكل موجود، اسبرتام بكل الادويه والاكل. سكروا حدنا بالاشرفيه اثنين فرمشيه، وحده راحت رفعت التنوره وشالت الفاتوره، والثانيه دفعت شوي وهزت هيك شوي ورجعت فقت الفرمشيه. الصيدليه كلهم هيك، هيدا اللي بيتكلم. لا العداوه بتدوم ولا الصداقه بتدوم، المصلحه اللي بتدوم. بكل الاكل موجود، وطبعا هذا ما يعني امور ماخوذه انها مسلمه موجوده في الحياه اليوميه. هيك اللعبه بتنلعب. اهل الشر هيك بيلعبوا اللعبه. بس نحن بيعطوا 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 كاسه قمح كل يوم او رز كامل او اي مثل ما حكي المسيح والانبياء والاولياء كلهم. هذا ما بياكل ولا لا عندي بالبيت ولا شيء، يعني رح جبت عصير ولا هلا رح يحكي اذا مش اليوم بعدين. عيب، ويك اب، مش عايشين تناكل. مين بيعملها؟ وين ناكل تنعيش؟ خلص شوي لقيمه. وين الصوم؟ وين الصوم؟ وكيف فيه اي واحد بيشك وبرجع بيكمل نفس المشكله؟ هل جاي رمضان على الطريق؟ خلص في جهل. جاي رمضان، انو صيام؟ كلمه صوم هي الامتناع عن الاكل، وين الصوم اذا كنت انا طول من الصبح للمغرب ما اكلت شيء؟ ناطر ناطر مستهش بس يقول الله اكبر، اكبر سفره قشوا وزرعة وبلعة ورعب وكرش، هلا بدي اروح اشوف شو وحده وينيه. شو بدي اعمل طقر بهالبنت؟ اي مكنه بدي اعمل عليها رياضه؟ قال له المكنه اللي بتسحب منها مصاري بتعطيهم اياها، كل همك تشكوا فيها. اعملوا اللي بدكم اياه، بس ما تقولوا هذا صيام وما تقولوا هذا اسلام، ما تقولوا هذا اسلام، وما تحاول تفسر انه بالفقه الاسلامي من الصبح للمغرب انه بعدها لك هذا، لا ما تفسروه كله يعني. كذب، استفتي عبقوا وافتوك، علماءكم شر علماء منكم، تخرج الفتنه واليكم تعود، مساجدكم عامره في البنيان خاليه من الانسان والايمان.
أتحداكم إذا في شيء أي رجل علم أو رجل دين تعال نتحاور تغلبني وبغلبك ونتعلم من غلطاتنا اثنيننا. فيك تغلبه؟ لفيت على مدرسة ولا شيء من 7 سنين قال له لا ما بدي مدرسة. بقعد بقرا بالكتاب اللي بيعجبني اللي بيجاوبني. خير جليس الكتاب مش المدرسة ولا الأستاذ والبروفيسور. يعار العالم وين وصلنا؟ بأمة العرب. 3 مليار دولار بتصرف الخليج على الميك اب النساء والرجال. 3 مليار على الميك اب. تتفرجي جوزك بتمشي هيك مش جوزة يعني ما الحرام رايح للحرام. نعم. بنركض عند الاطباء هيدا الطبيب اللي اجى من الهند ليخذ لك النبض وهيدك واللي اخت ما نبضك جوا انت حسي فيه بده يجي هيدا من الهند يعمل لك هيك ويغتصب ابنك قدامك. وفي بنت قالت له اي ام ليزبي نضل لحقها قلت لها بس انت فوق 18 قال له بعطيك هيك وبعطيك هيك وبعطيك هيك واخذها وسحبها على الهند. خلاص ويك اب بقى ما بقى لها قيمه الا المراه بس كيف بتبين 1 2 3 4 رح يعملوا مرأة لا مثل البقرة ب10 ب20 صدر. هلا رضعي حولين اللي منه رضعان وشبعان من حليب امه رح يضل بالدنيا ديرتي اولد مان 60 70 سنة عمره بعده ركض وراهم. ميل حرام باي حرام. الحقيقة ما عندها وقت رح يكون موجودين دايما كل نهار جمعة في فضيحة وفي نصيحة وبشكركم.